إذن بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع اليوم فهو موضوع مهم ومهم جدا، ما هو موضوع يتساءل عنه الكبير والصغير، موضوع يعني يطرح أكثر من علامة استفهام، موضوع ما يمكن عليه أنه موضوع الساعة. فلا شك أن الكثير والكثير من يعني مستعملي الإنترنت يتساءلون عن هل هناك جهاز يمكنني من يعني من إعادة يعني استقبال إشارة الواي فاي أو التقاط يعني إشارة الواي فاي البعيدة جدا وتضخيمها، أي أمبليفيي لسيني يعني غيزو واي فاي. دونك فأكيد فالجواب نعم، فهناك عدة أجهزة، عدة يعني أنواع تختلف يعني درجة يعني البويسونس ديالها من جهاز إلى آخر، غير أن هذا الجهاز فهو جهاز يعني يعني استطعت أنا الحصول عنه، جهاز قوي وقوي جدا، جهاز رهيب يمكنني من استقطاب يعني إشارة الواي فاي البعيدة والبعيدة جدا عني، والتي تتعدى مسافتها 150 متر، 150 متر. دونك سوف نقوم بفتحه وسوف أريكم طريقة العمل عليه للإشارة فقط. فهذا الجهاز هو يلعب نفس دور يعني الكارت ريزو ديال الحاسوب، غير أن هذه الكارت ريزو فهي قوية وقوية جدا، تمكننا من التقاط يعني إشارة الواي فاي البعيدة منا التي تتعدى يعني المسافة بيننا وبين يعني أجهزة الواي فاي 150 متر. إذن سوف نقوم بفتح هذا الجهاز لكي أريكم شكله أولا، وبعد ذلك سوف نذهب إلى طريقة تثبيت يعني الجهاز على الحاسوب. إذن ابقوا معنا، فالجهاز متوفر في الأسواق بالمغرب، ولمن لم يستطع توفره يمكنه أن يترك رسالة يعني في التعليق، وأنا سوف أحاول أن يعني أن أساعده في ذلك. ليس هذا الجهاز الأول، فهذا الجهاز الثاني أستعمله من أجل يعني شرح الموضوع، غير أنني يعني استعملته من قبل وجربته، صراحة جهاز رهيب في استقطاب لريزو ويفي، لسينيال دي ريزو ويفي. دونك فالجهاز كما ترون، هذا الجهاز كما ترون يعني الأجزاء دياله فهو يتوفر على كابل، يعني كابل 5 متر، وكذلك هذا الرابط يمكنني من ربط هذا الجهاز مع حامل يعني سواء في سطح المنزل أو غير ذلك، يعني كما هو مبين في الصورة يمكنني ربطه مع حامل يعني في سطح المنزل لكي يلتقط إشارة الواي فاي البعيدة منا جدا. دونك فسوف نقوم اولا بتثبيت يعني درايفر هذا الجهاز، بطبيعة الحال بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على لكتور دي في دي أو لكتور سي دي، فيمكنهم يعني عمل كوبي كولي لدرايفر هذا الجهاز في اليو اس بي، وبعد ذلك تحميل، بعد ذلك تثبيت الدرايفر الخاص به.
هنا إذن الآن سوف نقوم بوضع هذا يعني هذا الجهاز في مكان ما يعني قريب من يعني من المكان الذي نريد وضعه، وسوف نلاحظ دونك على شاشة الحاسوب يعني إشارة يعني الريزو يعني الويفي قبل وبعد. إذن سوف نغير المكان. إذن فقبل يعني تثبيت الجهاز مع الحاسوب الذي قمنا بتثبيته خارجا، تلاحظون نلاحظ او بداية الى يعني شبكة الهاتف او شبكة الويفي التي يعني تظهر على شاشتنا. اذا كما تلاحظون ثلاث شبكات الويفي، ثلاث شبكات الويفي. اذا الان سوف نقوم بربط هذا الجهاز مع الحاسوب. إذن ننتظر، فكما تلاحظون ويفي 4 عدد الويفيات التي استطعنا يعني الحصول عليها. فكما تلاحظون يعني 1 2 3 4 5 6 7 يعني ظهور 4 يعني شبكات أخرى. نعم، وما زالت هناك شبكات أخرى تظهر. إذا كما تلاحظون ف يعني شبكات أخرى ظهرت مباشرة يعني بعدما قمنا بتركيب هذا يعني الجهاز مع الحاسوب، وتظهر قوته يعني قوتها يعني تظهر انها يعني بلو بويسون. دونك هنا في هذه الحاله يعني يكفي ان نكون يعني نتوفر على يعني كلمه يعني الباسورد ديال الريزو الذي نريد الاتصال به، ويمكننا ان نتصل به بشكل عادي وعادي جدا.